على الشلاح. اهلا وسهلا فيكم. اخذت سؤال من احمد تركان. بيتر، انت بتحكي كثير عن اللغه الالمانيه وعربي الماني عربي الماني، بس العرب في منهم ما بيعرفوا انه في كثير كلمات وكثير اشياء من اللغه التركيه في اللغه العربيه، يعني اخذوا كثير كلمات منا بيقول. ايه، وليش ما بتعمل فيديو عن جي؟ وانا فكرت ليش لا، يعني بحب المعلومات. هلا هذا يعني في نهاية الجي فعلا من اللغة التركية، يعني مثلا دونر كباب، يعني دونر اللي يبيع دونر يكون دونرجي، يعني دونرجي بالتركي دونرجي. أو مثلا الباب كاب، اللي يكون واقف الباب كاب جي. أوكي، والجي دائما بالتركي الشخص اللي بيعمل هذا الشيء بهيك بالتركي، ومنشان هيك مصلحجي يعني الشخص اللي يكون عنده مصلحة، أو قمرجي يلا قمار. إيه، وفي كلمات أكثر، وفعلا هاي من اللغة التركية فات باللغة العربية. نعم، هاي كتير ممتعة يعني. إيه، خلاص هذا هو معلومات أجانب بس. تا تشيس.